كميات الخضار عند محلات المشاتل كميات كتير كبيرة. رح نحاول نحكي مع أصحاب هيدي المحلات أو العاملين فيها شو رح يعملوا بهيدا الخضار وبالزهر والورد. لوين هذا شغل؟ هذا الزرع كله تعبان رجع هالحين كله سكر ما اشتغل. طب خبرنا اليوم انتو قديش متضررين بوجود الزرع اللي ممكن يموت بهيدا الأوضاع؟ شو سوي؟ بعد لازم أمر الله لازم بعد نتحمل. عندك مشاتل تلف؟ في تلف لازم ما في شيء شامل فيهم بعد نعطيهم ماي واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش بعد. خبرنا اليوم كيف الشغل؟ والله احنا مشغلين ما في شغل. شنو قاعد تسوي؟ والله ادور على شمال شوي حق زرع. انا يشتري هذا يشتري ورد؟ ايوه. شو بدك تعمل بالورد؟ خلي بيت هذا ريحه فيه هذا مشان ريحه ببيت. بس انت ما يعرف هلا في كورونا والكل مسكر؟ ايوه اعرف انا كلوس. لازم انا ابي اشوف هذا في نفرات لازم يفتح. مثل ما بنعرف الخضار والورد والزهر عمره قصير وللاسف المنظر اللي شايفينه هون منظر بزعل لانه شفنا الخضار كلياته يابس وشبه ميت. كيف الحركة اليوم؟ هل في عالم ما في عالم؟ فيش اي حد خالص. يعني احنا شهر 3 ده ربيع بالنسبة لينا فاحنا اتضررنا جامد جدا. يعني 3 موظفين. والحين؟ الحين واحد بس اللي هو بيدي المية. لما سوي بس النظافة ومية ما في شيء بيع يعني سكر محلي يعني هذا. وشو سوي اذا مات ورد؟ ما سوي شيء يعني هذا شو سوي يعني هذا شركة يقول ما يبيع ممنوع بالبلدية. كيف عم تبيع؟ ما عم بتبيع؟ بيع على طول ما في بيع. شال ورد؟ مال سكر هذا انا اعطي مي بس. يعني انا اذا بدي ورد ما بتعطيني؟ لا ما يقدر. انا وقلت كنت جاوب اشتري زحين ما في كلهم مسكرين ما في. ان شاء الله مره ثانيه. انا بابا اقول سوي تشيك هذا في استغل ما في استغل كله. من خلال جولتنا على المشاتل شفنا انه اصحاب المحلات سكروها بشكل تام ولكن العمال موجودين بس لحتى يسقوا الورد والزهر والزرع. الطلبات صارت اونلاين او عبر الاتصال ولكن انك تجي تطلب وتنقي هذا الشيء صار ممنوع.